بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل اليوم سلسلة المحاضرات الخاصة بالكمبيوتر Architecture and Organization من الكتاب المشهور بتاع ويليام ستالينج. والنهاردة إن شاء الله بنستكمل الباب الثالث، بنتكلم فيه بعد ما اتكلمنا على الانتربت. النهاردة هنتكلم إن شاء الله على الباصز المختلفة، أو بنتكلم على حاجة اسمها الانتركونكشن استراكشر. الانتركونكشن استراكشر، حضرتك عارف إن الكمبيوتر بتاعنا عبارة عن مجموعة من الموديول أو الكومبوننت، سواء كومبوننت أو موديول. يعني إيه؟ يعني الكمبيوتر بتاع حضرتك عبارة عن بروسيسور، ده بيعتبر موديول، عبارة عن ميموري، عبارة عن إنبوت أوت. يعني ده الميموري بتاع حضرتك، والموديول بتاع الإنبوت أوت، والموديول بتاع البروسيسور. بالنسبه للميموري، الميموري بتاخد كنترول سيجنال ريد، لو انت عاوز تعمل ريد للميموري، عاوز تعمل رايت للميموري، وبتباصي الادرس بالظبط انت عاوز تقرا مين او عاوز تكتب على مين، وبتباصي الداتا. ده بالنسبه للانبوت بتاعت مين، بتاعت الميموري. طبعا الميموري من الداخل عباره عن مجموعه من الووردز، اللي هي ان وورد من 0 لحد ان ماينس 1، والخارج بتاع الميموري هيبقى عبارة عن الداتا. ده الموديول بتاع الميموري. الموديول بتاع الانبوت اوت نفس الكلام، هتقرأ يعني لو انت عندك سنسور هتقرأ منه مثلا حساس، او بتقرأ من الكيبورد، او بتقرأ من الماوس، او بتقرأ من السبيكر، او بتقرأ من اي انبوت اوت موديول. وطبعا انت عارف ان الانبوت اوت موديول عبارة عن بورتس، مجموعة او ام بورت، واتفقنا البورت ده عبارة عن ان هو شبه الريجستر، لايك ريجستر، بس كونكتد مع اكسترنال ديفايس. واشارة تانية اسمها رايت، لو انت عاوز تكتب اشارة في الخارج، اشارة في الخارج، يبقى دي كنترول سيجنال ريد، كنترول سيجنال رايت. وعندك الادرس كمان، انت بتكلم مين بالظبط في البورتس. وبعدين انترنال ديتا، دي اللي البروسيسور بيبعتها على البورت او بيهيئ البورت. والاكسترنال ديتا، البيانات اللي جايه على البورت، البيانات اللي جايه على البورت. بالنسبه للخارج بتاع الانبوت اوت موديول، في انترنال ديتا. الانترنال ديتا دي البيانات اللي المفترض طالعه من البورت. في الاكسترنال ديتا، المعلومه اللي خارجه من البورت كديتا، تمام. ثم الانتربت سيجنال في حالة وجود انتربت، في حالة ان الانبوت اوت موديول عاوز يعمل انتربت للبروسيسور. بالنسبة للبروسيسور بتاع حضرتك اذا موديول او كومبوننت، عبارة عن انستراكشن داخل البروسيسور، اللي هي الانستراكشن اللي هي الكود او الاوب كود او الاوبريشن كود. ثم الديتا اللي البروسيسور كان بيقراها من الانبوت اوت، او كان البروسيسور بيقراها من الميموري. ثم بيتلقى انتربت سيجنال، بيتلقى انتربت سيجنال. الخارج بتاع البروسيسور او البروسيسور ممكن يخرج بيانات شكلها ايه. ممكن البروسيسور يخرج ادرس لما يحب يكلم مكان معين في الانبوت اوت، او يكلم مكان في الميموري، بيجنريت الكنترول سيجنال بتاعت الريد والرايت ولا اخره. كمان البروسيسور بيخرج نتائج او بيخرج الداتا، بيخرج الداتا. ده الموديول. طبعا لان الكمبيوتر عباره عن بشكل كبير هم الثلاثه كومبوننت او الثلاثه موديول بتوع الميموري والانبوت اوتبوت والسي بي يو، دول ثلاثه اساسيين. فانت محتاج الميموري في وقت ما يكلم البروسيسور، يكلم الميموري سواء هيقرا او هيكتب، وكذلك الحال مع الانبوت اوتبوت موديول. او احيانا بخلي الانبوت اوتبوت موديول يكلم الميموري، ده عن طريق حاجه اسمها دي ام اي او دايركت ميموري اكسس. طب الثلاثه موديول ده يا جماعه هيتركبوا ازاي مع بعض، او هيتوصلوا ازاي مع بعض؟ هو ده الموضوع بتاعنا، اللي هو الانتركونكشن استراكشر. انتركونكشن استراكشر المقصود بيه الباس، اللي هو الكولكشن بتاع الباسز اللي بتوصل ما بين الموديول وبعضها، ده بيتقال عليه الانتركونكشن استراكشر. ده شكل الباس انتركونكشن سكيم. ده عباره عن ايه؟ دي الموديولز بتاعتك، سي بي يو، في موديول للميموري، ممكن يكون في موديول تاني للميموري وثالث ورابع، وانبوت اوتبوت اكتر من واحد. دي الباصز المختلفة. وطبعا انا واخد باص كأنه مش لاين واحد، لان ده مجموعة من الكوندكتور او مجموعة من الاسلاك بشكل كبير، بتكون فوق الخمسين لاين، فوق الخمسين لاين لحد مئات من السيبريت لاين، تمام. في عندك منهم الكنترول اللي هو بيحمل اشارات الكنترول،
وفي بيحمل منهم العناوين لما يحب البروسيسور يكلم عنوان في الميموري او عنوان في الانبوت اوتبوت، وفي الداتا لما يحب البروسيسور يتكلم مع الميموري سواء هينقل لها داتا او الميموري هتخرج داتا للبروسيسور او العكس بين الميموري وبين الانبوت اوتبوت. ده بالنسبه لنا بيمثل الباص انتركونكشن سكيم. وقلت كمان ان كل ما الادرس باص زاد اتساعه، كل ما الادرس باص زاد الويدث بتاعه، ده معناه ان الكابابيليتي او قدره البروسيسور ان يكلم ميموري اكبر كل ما زادت. يعني كل ما الادرس باص اتساعه يزيد، كل ما داك انديكيشن ان الميموري بتاعت حضرتك كبيره او الانبوت اوتبوت كبير. كل ما الويدث او الاتساع الداتا لاين باص بقى كبير، ده معناه ان معدل نقل البيانات بيزيد، معدل نقل البيانات بيزيد. لان كل اذا كان الداتا لاين بتاعتك 16 بت يبقى في الكلوك الواحده 16 بت بيتنقلوا. لو الداتا باص بقى 32 يبقى ده معناه ان في الكلوك الواحده 32 بت بيتنقلوا. زي ما قلنا ان الباص عباره عن الكوميونيكيشن باس واي، الكونكت تو اور مور ديفايسز. واهم ميزه في الباص ان هو شيرد ترانسميشن ميديوم. طبعا في مشكله كبيره جدا لو على الباصص دي على الداتا لاين، ان في اكتر عندك من ميموري، في انبوت اوتبوت، في اكتر من حاجه بتبعت على نفس الداتا لاين. يعني في بيانات في الداتا لاين هتبقى موجوده البروسيسور بيرسلها عشان يكتب على الميموري دي او الميموري دي، او عاوز يكلم الانبوت اوتبوت ده او الانبوت اوتبوت ده، وبالتالي البيانات كلها شيرد. في نفس الوقت كمان الادرس باص شيرد على الكل. طب يا ترى بقى دلوقتي مين هيستقبل الداتا دي؟ مين هيستقبل الداتا لاين في الوقت ده؟ عشان انظم محتاج ان البروسيسور ان في حد بس اللي بيمسك او بيستحوذ على الباص، بيرسل الداتا لاين للكل، لكن واحد بس هو اللي معاه القدره ان يستقبل او يحصل له انيبل. وبالتالي عشان ارسل كبروسيسور او اي وحده من الوحدات دي، محتاج ان انا اكسس الباص، دخلت على الباص، عملت بعمل كول للباص، بحاول ان اسيطر على الباص، وبعدين اكسس جرانت ان انا حصلت على الباص، خلاص يبدا يحصل ترانسميشن. اسف معذره. ده بالنسبه لي الجزء بتاع الباص اللي هو حضرتك بتقدر تعمل ميموري رايت او ميموري ريد، انبوت اوتبوت رايت، انبوت اوتبوت ريد، ترانسفير اكنولدج ان خلاص ان البيانات بتاعتي وصلت واتحطت في المكان الصح، اوكي، اتحطت على الباص، البيانات سواء راح الميموري او جاي من الميموري. باص ريكويست لو اي وحده او اي موديول عاوز يستحوذ على الباص بيعمل باص ريكويست. ثم باص جرانت، باص جرانت معناه ان هو حصل خلاص على الملكيه بتاعه الباص، يقدر يتعامل يرسل او يستقبل. في انتربت ريكويست ان حصل فيه انتربت، تمام كده. وفي انتربت اكنولدج خلاص حد خد باله ان في موجود انتربت. وفي كمان على الباص الكلوك، وانت عارف الكلوك دي عشان تعمل سينكرونايز للاوبريشن، وست عشان تينيشلايز اول موديول، انيشلايز اول موديول. تعرف ان الباص ده عباره عن كوندكتور، بارل كوندكتور او بارل الكتريك كوندكتور، يا اما دي ماشيه على البورد، اوكي، او ماشيه في كابلات بلاستيك، الكابلات اللي بتبقى موجوده في المذر بورد القديمه، او موجوده على البرينتد سيركت بورد، تمام كده، ويمشي بطريقه ما ويبدا بالشكل ده كان دي الكابلات، اوكي، متقسمه لجزئين. يعني مثلا الباص ده وده هو عباره عن الباص، مش الباص متكرر ولا حاجه. ويبدأ فيه سلوتات، فتحات معينة تبدأ تحط فيها الموديولز بتاعها حضرتك، سواء الـ CPU، سواء المسترات، المسترة بتقول عليها المسترة بتاعت الرام، الـ input output، أي كروت تقدر تجيبها تحطها على الباص على طول. اشتريت كارت معين، أوكي، كارت communication، هجيب الكارت وأحطه في المكان ده عند السلوت ده، ويبدأ الوقتي الديتا بتاعتك بتبدأ تنتقل من خلال الباصز المختلفة. ده شكل الباص اللي هو الستاندرد. هنا في مشكلة كبيرة بتحصل مع ازدياد الكروت. يعني مع ازدياد الكروت، مثلا عندك كارت مثلا بتاع لين بتاع شبكة، عندك البروسيسور، عندك رام، جبت اكتر من رامة، عندك وليكن مثلا مودم، عندك مودم، عندك كارت شبكة، عندك كارت خاص بالسكانر، عندك كارت خاص بوحدة كنترول معينة، تبدأ تجيب كروت. اولا كل ما الكروت زادت، كل ما طول الباص بتاعك زاد، كل ما طول الباص زاد، وكل ده ما ادى الى وجود بروباجيشن ديلي او زمن تاخير في وصول المعلومه، زمن تاخير في وصول المعلومه. الحاجه الثانيه كمان ان بدانا نوصل ان معدل نقل البيانات كمان هياثر على الكباسيتي بتاعه الباص. معدل نقل البيانات هيبقى فيه حاجه زي البوتل نيك، بوتل نيك
او عنق زجاجة موجود، لان انا زودت مجموعة من الكروت بشكل غير طبيعي على الباص. ومن هنا بدأ ينشأ فكرة المالتيبل باصز، ان يبقى عندي اكتر من باص، طب يا ترى لما تعمل اكتر من باص هتوصل مين مع مين، والبروسيسور هيبقى شكله فين، ويا ترى اخد الوحدات الطرفية او الانبوت اوتبوت مديول على باص واحط باص تاني لحاجة تانية، ولا هعمل ايه؟ ده اللي هيبان دلوقتي. بس ظهرت فكرة ان انا اعمل اكتر من باص موجود داخل السيستم بتاعي. وغالبية الانظمة الحديثة بتميل ان انا كل الكومبوننت تكون موجودة اون بورد، بس الكومبوننت بتاعت البروسيسور والكاش بتتحط اون تشيب على نفس التشيب بتاع البروسيسور، وكل الانبوت اوتبوت مديول مع المين ميموري بتتحط اون بورد. يبقى في اون تشيب وفي اون بورد. الاون تشيب يعني على نفس البروسيسور، والاون بورد ده موجود على المذر بورد بتاع الجهاز. اوكي، وده شكل الستاندرد بتاعنا اللي هو ده شكل الستاندرد. ده البروسيسور، ده كل ده اون تشيب، البروسيسور ومعاه الكاش ومعاه لوكال انبوت اوتبوت كنترولر على لوكال باص. ثم اخد من الكاش مع المين ميموري على السيستم باص. طبعا واضح مهم ليه ان احط الكاش مع الميموري، لان حضرتك الكاش دي بيعتبر البروسيسور بيجدها وسيله امنه وبديله من التعامل مع الميموري المباشر، لان الميموري الاكسس تايم او زمن الوصول للمعلومه في الميموري كبير، وبالتالي البروسيسور بتاعك لما يجي ياخد معلومه من الميموري بيروح الاول يبص في الكاش، ما لقاش في الكاش بيأكسس الميموري عن طريق سيستم باص، وبعدين وهو بياخد المعلومه دي ياخد منها نسخه يحطها فين، يحطها في الكاش، عشان المره الجايه لما البروسيسور يجي يشتغل يلاقي المعلومه فين، في الكاش. اوكي، كل دول على اللوكال باص، وبقيه الكومبوننت بتاع الميموري والانبوت اوتبوت بتكون موجوده على السيستم باص. وممكن يتعمل اكستنشن او اكسبانشن باص، يتحط عليه بقى السيريال كوميونيكيشن، المودم، اوكي، اس سي اس اي او سكافي كنترول، وده عباره عن سمول كمبيوتر سيستم انترفيس. وده في حد ذاته باص بيسبورت اللوكال ديسك درايف، ده بيسبورت اللوكال ديسك درايف واذر بريفرال اللي هو الاس سي اس اي، ودي ميزه عندك في الجهاز بتاعك، وان يكون عندك كارت شبكه. السيستم ده كان شغال كويس وزي الفل اللي هو التراديشنال باس اركتكتشر، لكن مع التقدم الكبير جدا وفي سرعات الانبوت اوتبوت مديول وتنوعها، السيستم ده البرفورمانس بتاعه بيحصل له ديجريديشن او بيقل. ايه الحل؟ الحل ان انا عندي هاي سبيد باس اسمه ميزانين اركتكتشر او الهاي سبيد باس اللي هو ده. ده الميزانين باص او الهاي بيرفورمانس اركتكتشر. زي ما انت شايف ان البروسيسور موجود مع حضرتك، داخل معاه الكاش او البريدج، دي كانها بفر، الكاش او البريدج، ده على اللوكال باص، واصل معاهم على السيستم باص الميموري، وطبعا ده واضح الالتصاق ما بين الكاش والميموري. بعد كده في الهاي سبيد باص، الهاي سبيد باص دي باص سرعته عاليه، بيحط عليه كل الانبوت اوتبوت اللي سرعتهم عاليه، اوكي، زي اللان، الفيديو، الجرافيكس، الفاير واير، والاس سي الاس سي اس اي. نفس الكلام الفاير واير يا جماعه، ده الفاير واير ده عباره عن هاي سبيد باص ارينجمنت، وده مخصص عشان يسبورت الهاي كاباسيتي انبوت اوتبوت ديفايس، ده مخصص عشان يعمل سبورت للهاي كاباسيتي انبوت اوتبوت ديفايس. زي ما قلت كمان ان الباص كونكشن بالنسبه لي اللي هو الهاي سبيد باص بيسبورت لان سرعات الفاست ايثرنت لحد 100 ميجا بت بير سكند، بيسبورت فيديو، جرافيكس ورك ستيشن، كنترولر، وهكذا. زي ما قلت الميزه ان انت حطيت كل الاجهزه اللي محتاجة سرعات عالية او الانبوت او الديفايس اللي هي السرعات بتاعتها عالية، حطتها قريبة جدا من البروسيسور، حطتها قريب من البروسيسور، وده في نفس الوقت خلاه غير معتمد على البروسيسور، غير معتمد على البروسيسور. معذرة، اسف.
طبعا من ضمن المزايا بتاع الباص ده ان لو البروسيسور الاركتكشر بتاعه اتغير فالجزء ده هو اللي بتغير معاك، لكن الهاي سبيد باص وتفصيلاته المختلفة ما بتتغيرش مع حضرتك. طبعا يتبقى نقطة بسيطة وانت بتتكلم على الباص وبتتكلم على الباص بتاعك نوعيته ايه، بيكون في بعض الحاجات او المعاملات او الديزاين بارامتر او الديزاين ايلمنت اللي بتخدم على توصيف او التفريق ما بين باصز بعضها البعض. يعني الباص بتاعك مثلا هيبقى ديديكيتد ولا مالتيبلكسد. مالتيبلكسد يعني بيعمل وظيفتين او ثلاث وظائف او اربع وظائف مثلا، معنى كلمة مالتيبلكسد يعني بيعمل اكتر من وظيفة. ديديكيتد يعني مخصص. مخصص يعني يعني في باص بينقل الداتا فهو على الدوام بينقل الداتا ما بينقلش حاجه تاني. المالتيبلكسد يبقى ممكن نفس الباص بنفس الكوندكتور تنقل ادرس في وقت ما وفي كلوك تانية تنقل داتا، ده معنى كلمه مالتيبلكسد. او مثلا برضو كلمه ديديكيتد معناه ان الباص ده بين البروسيسور وبين الميموري، وفي باص ده فيزيكالي وفي باص ديديكيتد بين مثلا ميموري وانبوت اوتبوت او بين بروسيسور وانبوت اوتبوت. الباص ويرث اتفقنا لما الادرس بتاعك لما الورث بيزيد سواء كادرس او ديتا ايه اللي بيحصل. الحاجه الثانيه طريقه الاربيتريشن، طريقه التحكم، يا ترى لما يكون عندي اكتر من موديول الوضع بيكون ايه موجود في الباصز، هيبقى سنترلايزد ولا ديستريبيوتد. معنى كلمه سنترلايزد ان في ماستر وسليف، في ماستر هو اللي معاه الكنترول، هو اللي معاه الكنترول هو اللي بيدي الكنترول مين يبعت ومين يستقبل. الديستريبيوتد لا، الديستريبيوتد اي حد ممكن يبعت في اي وقت ويستقبل في اي وقت، بس الموضوع لازما يتنظم، ده معنى كلمه ديستريبيوتد. الداتا ترانسفير تايب، انت بتقرا ولا بتكتب، اوكي، وممكن كمان تقرا وتعدل وتكتب، وممكن تقرا مع كده بعد ما تكتب على طول، اقرا بعد ما اكتب على طول، ده اكتر من طريقه متاحه. كمان التزامن، يا ترى التزامن ده هيبقى سينكرونس ولا اسينكرونس، يعني هتمشي سينكرونس كل الوحدات اللي موجوده في جهاز الكمبيوتر بيحصل لها سينكرونايزيشن عن طريق الماستر كلوك جنريتور، او غير متزامن زي الاسينكرونس. خلاص عشان ما اطولش على حضراتكم بس هركز على نقطه صغيره خالص، قلنا في الجزء بتاع المالتيبلكسد والديديكيتد، انا قلت ديديكيتد يعني مخصص، مالتيبلكسد يعني بيسويتش او بيبدل ما بين وظيفه ووظيفه تانية. في تايم مالتيبلكسنج ان انت بتبدل في التايم، يعني ايه الباص ثابت مره عليه ادرس ومره عليه ديتا، ده لو انت شغال مالتيبلكسنج او مالتيبلكسد، ده مالتيبلكسنج في التايم. الفيزيكال مالتيبلكسنج او الفيزيكال ديديكيشن، اوكي، ان انت مستعمل اكتر من باص لاكتر من وظيفه، ان انت مستعمل اكتر من باص لاكتر من وظيفه، يعني كل باص بيعمل حاجه معينه وده فيزيكال خلاص. تمام يا جماعه. الجزء الثاني طريقه التحكم في الباص، اوكي، بيبقى عندي اربيتر او باص كنترولر المتحكم في الباص، ده اللي بيتحكم وبيدي وقت لكل وحده معينه او سيبرت مديول على البروسيسور، ده اللي بيدي وقت معين، اوكي، عشان التحكم في الباص ده لو انت كنت شغال سنترلايزد. اوكي، الديستريبيوتد هنا الديستريبيوتد ممكن نشوفه مع بعض. الديستريبيوتد كل وحده موجوده او كل موديول للوجيك جيتس معينه او دوائر معينه هي المسؤوله عن التخاطب مع الباص عشان تقدر تكلم الباص وتستحوذ على الباص. بالنسبه للتايمينج زي ما قلت ان في سينكرونس تايمينج، يعني كله في تزامن زي ما انت شايف الرسمه دي كده، اوكي، هتلاقي كل حاجه متزامنه مع بعضها عن طريق الكلوك وكله بيتبع الكلوك دي، الكلوك بتاع حضرتك. واتفقنا قبل كده قلت الكلوك دي معناها دي بوست اوف ايج او الليدنج ايج اللي هو الانتقال من صفر لواحد، وده من واحد لحد الصفر وهكذا، دي الكلوك بتاعتك، ودي من تي 1 تي 2 تي 3، وفي الستاتس لاين وفي الادرس لاين وفي الادرس انيبل وفي الداتا لاين والريد وفي الداتا لاين والرايت. بس عاوزك تلاحظ حاجه صغيره عشان نختم بيها المحاضره ان شاء الله، ان انا المفروض حطيت ده الادرس لاين، خلاص بقى الستيبل ادرس، الادرس موجود. عملت ادرس انيبل، فادرس انيبل خلاص ده من 0 ل1 هيبدا هنا يشوف الادرس اللي انت حاطه، اوكي. بعد ما ده حصل، ده طبعا ده كان بيحصل في الكلوك الاولى من تي 1، بعد كده في الفترة الثانية المفروض ان انت بتريد،
خلاص، هيبقى في الوقت ده ان انت عملت valid data in، الداتا بتاعتك بقت موجوده. لو انت كنت بتعمل رايت هتلاقي انا منتظر بعد ما كتبت هنا، عملت رايت، لاحظ الرايت اول ما كتبت اوكي، والبلس اتحولت من صفر الى واحد اوكي، هتبقى الداتا بتاعتك بدات تتكتب. ده اسمه سينكرونس، على اساس ان انا بنتقل من كلوك للثانيه للثالثه، ده اسمه سينكرونس. الاسينكرونس هيبقى ماشي بالشكل ده، بس ده مش موضوعنا الوقت حاليا. هنكتفي بهذا القدر في المحاضره، ونستكمل المحاضره القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.